أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم النور زينه وذاك لوحيه ما عاد يبغي دونه تحويلا ما عاد يبغي دونه تحويلا ولما قسى قلبي وجفت أدمعي وظننت أن الحزن فيه ضئيلا وبقيت أسعى للحياة مكابدا وجفوت قولا محكم التنزيلا آيات قرآنية كثيرة كثيرة تكلمت عن موضوع التفكر سواء كان في ملكوت الله في خلق الله في آيات الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون آيات قرآنية أولم يتفكروا في أنفسهم بهالحلقة إن شاء الله راح نتعرف على هذه الآية الجميلة التي تؤكد لنا وتبين لنا معنى أن الله قادر على كل شيء فاستمعوا له وأنصتوا هذه الآيات اللي استمعنا لها لها سبب نزول سبب نزولها أن أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد كفار قريش وكان بيدا عظام رفات فقال له يا محمد من يحيي هذه العظام؟ يعني يبي يستهزئ من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول له هل أنت تدعي أن الله سبحانه وتعالى يحييها؟ هذه ميتة شلون يحييها الله سبحانه وتعالى؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحييها ثم يميتها ثم يحييها ثم يدخلك النار وفي رواية ثم أقتلك ثم يدخلك النار وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أحد قط بحياته إلا هذا الكافر اللي هو أبي بن خلف عليه لعنة الله هذه الآيات الكريمات تشعرنا بمعنى عظيم وجليل من عند الله سبحانه وتعالى ألا هو معنى التفكر بأن الله سبحانه وتعالى القادر على أن يحيي العظام وهي رميم قادر على كل شيء بعدها من آيات الله سبحانه وتعالى يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله سبحانه وتعالى عاجز على أن يخلق سماوات وأرض لا سبحانه وتعالى غير عاجز الله سبحانه وتعالى إذا يبي أي شيء يقول له كن فيكون بلمح البصر الله سبحانه وتعالى مو عاجز إنه سبحانه وتعالى يحيي هذه العظام بعد وفاتها طابت حياة القارئين لذكره كم ظل فيهم هاديا ودليلا قول أتانا من سماء مباشرة
محكم لا يقبل التحريف لا التبديل. وابرأوا وتدبروا وتفكروا حث الأنام وانصة التبتيل. قد جاءكم فلتنصتوا لحديثه وهو الذي نلقي عليك ثقيلا. وفي قصة جميلة الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة البقرة، قصة الرجل الذي مر على القرية، قال الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني هذا الرجل مر مع حرامة تكرمون وقال هذه القرية ميتة، ميت أرض خراب، شلون راح تقوم هذه الأرض؟ مستحيل هذه الأرض تقوم وتحيا مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى أماته 100 عام، تخيلوا 100 عام الله سبحانه وتعالى مميت هذا الشخص، ثم بعث إليه بملك بهيئة رجل وقعده من النوم، فسأله قال: كم لبثت؟ فقال: يعني أنا أتوقع نمت يوم أو يومين. فرد عليه: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمار أكله خلاص راح والحمار ماله صار كله عظام، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما عرف هذا الأمر قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا كتاب الله فالزم هديه، طوبى لعبد داوم الترتيلا. النور زينه وذاك لوحيه، أولم يرى الإنسان، الآية الكريمة، أي أولم يرى الإنسان المنكر للبعث ابتداء خلقه؟ أنت ما شفت ابتداء خلقك؟ الله سبحانه خلقنا من العدم، فيستدل به على معاده: أنا خلقناه من نطفة مرت بأطوار حتى كبر، فإذا هو كثير خصام. واضح الجدال. إذن وبعدين؟ وبعد معك الإنسان، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إيش المثل؟ ضرب مثل لا ينبغي ضربه، وهو قياس قدرة الله سبحانه وتعالى الخالق بقدرة المخلوق، ونسي ابتداء خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: من يحيي العظام البالية المتفتتة؟ طيب، اللي أوجدك من العدم أليس قادر سبحانه وتعالى أن يبعثك وأن يحييك من العظام البالية المتفتتة؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة. ولكن الإنسان عندما يستحكم عليه الشيطان ينحرف. نحن مأمورون أن نؤمن بالغيب، الجنة غيب لم نرها ولكن نحن مأمورون أن نؤمن بها، النار غيب لم نرها ولكن مأمورون، وهكذا. ولذلك كانت من أوائل الصفات المؤمنين في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. كثير من الآيات القرآنية تدعونا إلى التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من يتذكر خشية الله سبحانه وتعالى من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل تذكر الله ففاضت عيناه. هذه من الأمور اللي يجب علينا إحنا كمسلمين كمؤمنين طائعين لله سبحانه وتعالى أن نتفكر بخلق الله وبملكوته وبعطائه ورزقه للبشر جميعا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يذكر فيه كيف ينشأ الله سبحانه وتعالى الإنسان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. هذه التسلسلات اللي صارت في خلق الإنسان كانت سبباً في هداية أكبر علماء هذا العصر. كانوا في أحد المؤتمرات تكلموا عن بداية خلق الإنسان، وسبحان الله أحد العلماء المسلمين قال أن هذه موجودة عندنا من قبل 1400 سنة. فلما قرأ له هذا الآية، هذا العالم اللي كان موجود أعلن إسلامه على جميع الخلق. يقول: أنا صرفت كل عمري في البحوث وكتابة المصنفات أني أنا أوصل لهذه المرحلة من الدرجة العلمية، والحين أعرف أنها مذكورة في القرآن قبل 1400 سنة، فكان هذا الأمر هو سبب الإسلام هذا العالم. طابت حياة القارئين لذكره، كم ظل فيهم هاديا ودليلا، قول أتانا من سماء محكم لا يقبل التحريف لا التبديل. القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز، ولذلك هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأنبياء لهم معجزات. نوح عليه السلام كانت السفينة، موسى عليه السلام كانت العصا، عيسى عليه السلام كان إحياء الموتى ويشفي المرضى. كثير من الأنبياء كانت لهم معجزات، إلا النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الخالدة هي القرآن الكريم، لأن في أشياء صارت من قبل والقرآن الكريم الآن بعد 1400 سنة أثبتها. فهذه نعمة القرآن ونعمة الهداية. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الإنسان إذا آمن بالله سبحانه وتعالى وأطاع أوامره وانتهى عن نواهيه يحصل له التكريم والرفعة في الدنيا والآخرة. أما إذا ابتعد عن ذلك الشيطان قاعد لك، فسوف يغويك ويضلك الشيطان. خبرة الإنسان العملية في ميدان الحياة كم؟ في التعامل مع أغواء الشيطان حقه كم خبرة الإنسان؟ كم يعيش في الدنيا الإنسان؟ 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 80 سنة؟ خبرة الشيطان: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. خبرة طويلة، خبرة طويلة في إغواء البشر. والله سبحانه وتعالى أعطاه الإنظار إلى يوم يبعثون، فأنت عندك النهج تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان، يحفظك الله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن مكائده ومن مصائده ومن إغوائه ومن تزيينه. وإلا قاعد الشيطان قاعد لنا بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا يقول: أنا أعطيتكم أقرب مثال لكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنتم ما تشوفون نفسكم شلون الله سبحانه وتعالى يهيئ لكم المأكل، شلون الله سبحانه وتعالى يهيئ لكم النفس، شلون الله سبحانه وتعالى يهيئ لكم الحركة. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ونعمة لنا، لازم إحنا نستشعرها ونستشعر لذتها.
وهذا الاستشعار يوجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى حق شكره على هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنك يا ربنا سبحانك وتعالى قادر على فعل كل شيء. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلف الميعاد. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ولما قسى قلبي وجفت أدمعي وظننت أن الحزن فيه ضئيلا وبقيت أسعى للحياة مكابدا وجفوت قولا محكم التنزيلا طابت حياة القارئين لذكره كم ضل فيهم هديا ودليلا قول أتانا من سماء محكم لا يقبل التحريف لا التبديل قد جاءكم فلتنصتوا لحديثه